انهيار في صفوف تنظيم داعش في مدينة القائم الحدودية بعد أن تمكنت القوات الأمنية من تحرير مركزها. عائلات أنبارية محررة تحدثت عن مأساتها من جراء ممارسات عناصر هذا التنظيم المتطرف الذي أجبر تلك العائلات على الإقامة في مناطق سيطرته. صار لنا 4 سنوات متحاصرين، معاملتهم حيل مو زينة ويانا، لحايانا شيتنا، يعني ما يخلونا نطلع من البيوت إلا بأمرهم، يعني شغلات يسوونها علينا إجبارية، لازم نلبس قصير. من أي ناحية لازم ما نطلع؟ من يشوفونا لابسين تعالوا لا تغطون عيونكم، وإحنا عندنا حلال حيوانات، من نقدر نحش به وإحنا مبوشين، لازم ما نطلع عيوننا لا نطلع شيء. يجي هنا يقف علينا على الباب، أنا بالمطبخ يقوم يترزل بي. إن كانوا منهارين يعني بهاي الأيام الأخيرة انهاروا، بعد ما لهم علاقة بأحد أو ما يستجرون يحجون ويا أحد. صحيح إحنا بالأيام الأخيرة هاي كانوا يجون هنا جيراننا، إحنا خطية طلعوه من بيته وقعدوا بي. فتح ممرات آمنة وإخلاء المئات من العائلات المحاصرة داخل أحياء مدينة القائم الحدودية وتوفير الاحتياجات الإنسانية للفارين من بطش عناصر تنظيم داعش، أمر يساهم في إنقاذ أرواح الأبرياء وإعادة الطمأنينة لأنفسهم. كبدنا العدو خسائر كثيرة بالأرواح، أيضا هناك استهداف لعجلات مفخخة تم تدميرها من قبل قطاعاتنا قبل وصولها إلى القطاعات. أيضا تم فتح ممرات آمنة للمواطنين داخل هذا المدينة وإجلاهم إلى أماكن آمنة وتقديم الخدمات الإنسانية لهم، ومن ثم تدقيقهم وإخلاهم إلى أماكن لواء العملية. ويذكر أن هذه العائلات المحررة أنفقت جميع مدخراتها من أجل توفير احتياجاتها الضرورية في ظل غلاء فاحش شهدته المناطق المحاصرة ولأكثر من 3 أعوام تحت حكم عناصر تنظيم داعش وأحكامه اللا إنسانية. من مدينة القائم الحدودية باسم الأنباري، الشرقية نيوز.